السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع، ونتمنى السلام للجميع ورمضان كريم. طبعا الليلة يا اخوان جايين هان عند صاحبي لي في احدى القرى. طبعا انا يا اخوان في معظم المدن والقرى تقريبا 62 شخص، هذول انا رتبت معهم وخليتهم يصيدوا في المناطق اللي هم فيها لانه بعيدة بالحكيش، ووزعت اعطيت يعني مش قصة حكي اني بدي احكي لا، بس قصدي اني اعطيت كل شخص عصاي برضو عشان ما يخطروش حالهم، يعني هيك مني اعطيتهم ويصيدوا. حكيت في شبهان مسك الليلة حيتين من افعى فلسطين نفس النوع سام، ورن علي هو بخاف شوي لكن انا اعطيته عصاي وقلت له يمسك، فبدنا نروح نجيبهم منه لانه رن علي. هسه واحنا ماركين مرق ذيب، بس لو كنا نصور كان صورناه. طبعا قليل نشوف الذياب هان لان هاي المال القريه بعيده. شو بدك تطلع معك؟ بدك تطلع معنا؟ اطلع. طبعا هاي المنطقه سبق وجينا بالنهار صرنا افاعي فيها يوم ما سوينا الحادث بالبي ام هان في نفس المنطقه. شوف هذا المناطق كيف. بدنا نيجي لمنا لمة عكيارب. اسماعيل. تطيها. السلام عليكم. هلا بالصياد الجديد. اقسم بالله بعد الفطار نمت ساعة مليون تلفون ما فضيت. وين هذول؟ عشان ننكلهن وخلي لك الجلين. في ساعة ننكلهن؟ خليهم بلزمنا. وين اصوف؟ وين انا؟ خليك هان. وين زقطتهم؟ هنا جنب بعض. جنب بعض هذول ذكر وانثى. كبيرة ولا شيء بعدها الثانية صغيرة. صغيرة شديدة ولا لا؟ كبيرة بس هذيك اكبر. اشرس عجل جاب اسماعيل. شريت اسماعيل؟ اشرس من اللي مرة شبنا عليه؟ اشرس. بالحق؟ بهجي ما. طب واذا بطيح بربط لك اياها كيف؟ في. يا الله. حضر الصياح. انا رجعت عشان اشوف احنا المطر وراك. هيجة عليك. هيجة هيجة. هاي دي ولا مش دي؟ كلمة دي جد؟ لا تضحس معي. مش عارف انا بجوز بقى. لا لا بتضحش. قدم عليك. خليك من شكة الحديد. روح قدم. أنا من هنا أقول له هذا. لا أباك الواكف. أنا واحد الأحمر. الأحمر. الأحمر يا حيال. الهواك اللي بتحرم. أنا بمزح حاس حالي. أصلا أنا جري عشان بكيت نايم المغرب. حاس حالي تعبان. بطيح نهار الأحمر. طيح. بطيح نهار أه؟ طيح. والله بس أجي ليوم هيك متفضيله لا أربط لك إياه وأشب عليه. صعب. طب انزل على الجمل. جمال اقسم بالله انه العجل عايف السلطه. جمال انزل على الجمل. انو جمل هذا بتاعك؟ اعوذ بالله. ليه شرس صغير؟ جمال جمال وين راح تجمل؟ انو جمل عندي هيك حاطه عند صاحبي لي. بده غسيل. وهذا الشعر اللي فوقه بتشد. بده حمام. طلع ما شاء الله ما شاء الله. خلاص قديش عمرك انت؟ قديش؟ بسم الله. يلا بسم الله. يلا 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 يلا.
هذا بيحكي يعني. ما شاء الله كفولي هين.